السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الثاني في سلسلة الضغط على الطريق. الفيديو ده هيكون يعني ايه، فيديو خفيف كده شوية. هرشح فيه 5 كتب كنت قريتهم مؤخرا يعني، واستفدت منهم بشكل كبير، فحابب ان انا اشاركهم معاكم يعني. الكتب دي هي كتاب ديب وورك بتاع كال نيوبورت، وكتاب ديجيتال مينيماليزم برضو بتاع كال نيوبورت، وكتاب سو جود ذي كانوت اجنور يو برضه كان نيوبورت، وكتاب ذا اوتلايرز بتاع مالكوم جلادويل، واخيرا كتاب اتوميك هابتس بتاع جيمس كلير. طيب كل كتاب كده هنتكلم شويه عن ايه الفكره الاساسيه اللي هو بيناقشها يعني، ايه الحاجه اللي ممكن تستفيد منه يعني. اول كتاب زي ما قلنا كتاب ديب وورك بتاع كان نيوبورت، يعني كتاب بيناقش فكره ايه هي الديب وورك، واللي انت محتاج انت تقدر تمتلك المهارة دي، يعني ان هي من المهارات اللي حاليا يعني ايه قيمة جدا، بسبب ان احنا العالم اللي احنا فيه معدل التشتت زاد فيه قوي بسبب وجود السوشيال ميديا والديجيتال لايف بشكل عام، وازاي المهارة دي ممكن تديك يعني ميزة اضافية صعب ان انت تلاقيها عند اغلب الناس دلوقتي، خاصة في الجيل الجديد يعني، وازاي ان انت امتلاك المهارة دي ممكن من خلالها يعني ايه تبتدي تبني حاجات فعلا قيمة يعني. وبيدي أمثلة كتير بقى الناس بنت حاجات قيمة مثلا، سواء يعني أغلب الحاجات دي طبعا بتبقى حاجات معرفية أكتر يعني، أو مشاريع قيمة، وإزاي قدروا يستغلوا الديب وورك يعني في بناء المشاريع دي. وبعد كده بيتكلم بقى إزاي أنت تتوظف الديب وورك في حياتك اليومية، خاصة لو أنت شغال في مجال التك. ودي يعني من الحاجات اللي أنا بحبها الصراحة في كال نيوبورت أوي، إن هو أصلا كمبيوتر ساينتست، فيعني أغلب كلامه بيبقى ليه علاقة بمجال السوفت وير ومجال التيك اندستري بشكل عام يعني، هو شغال في المجال ده اصلا، فيعني الواحد بيحس ان الى حد ما هو مرتبط شوية بالامثلة اللي بيقولها وبالواقع اللي هو دايما يعني ايه بيوثقه يعني. فهو هيتكلم شوية ازاي انت تقدر توظف او ازاي تخلق يعني ايه الديب انفايرمنت بتاعتك في الواقع اللي احنا فيه، خاصة ان انت اصلا شغلك كل بشكل يومي يعني على كمبيوتر وجوه الديجيتال لايف دي، جوه الديجيتال لايف دي يعني. الكتاب التاني هو برضو كتاب مكمل ليه يعني لحد ما، هو كتاب ديجيتال مينيماليزم برضو بتاع كال نيوبورت. هو بيتكلم شويه بقى عن تاثير الديجيتال لايف يعني على حياتك النفس على حياتك الشخصيه وعلى صحتك النفسيه، خاصه للجيل الجديد يعني، وازاي ان هم اصلا اللي بيبنوا الديجيتال برودكت دي بيتعمدوا ان هم يعني ايه زي يحطوا فيه حاجات تخلي لحد ما فيه زي عوامل من عوامل الادمان يعني للادوات دي. بعدين بيتكلم بقى ازاي انت تعمل ديجيتال توكسينج او ديجيتال مينيماليزم يعني زي ما بيقول، وايه الحاجات اللي ممكن انت تستبدلها في حياتك مكان الديجيتال برودكتس دي يعني. الكتاب الحقيقي جميل جدا برضو، هو زي ما قلنا هو بتاع كال نيوبورت، وهو يعني ايه برضو بيتكلم شويه على موضوع ان انت لو شغال في مجال التيك اندستري وكده ازاي تقدر تعمل ده، هو بصراحه جميل جدا يعني. الكتاب التالت ده كان يعني من اكتر الكتب بصراحه اللي غير تفكيري اتجاه الشغل واتجاه المجال اللي الواحد بيشتغل فيه وكده، هو سو جود زي كانوت اجنور يو برضه بتاع كلاني بورت. يعني الكتاب شويه بيتكلم بقى عن فكره الشغف، وان انت محتاج الاول تلاقي شغفك عشان تقدر تشتغل حاجه بتحبها وكده، وهو يعني ايه ادى امثله كتير قوي ان دي مش احسن حاجه ودي مش اصح حاجه يعني، وادى امثله لناس ناجحين زي مثلا ستيف جوبز، ان ده مش الابروتش الصح او مش الحاجه الصح اللي انت المفروض تعملها، ولكن انت بتحاول تلاقي حاجه انت قدرتك الذهنيه وقدراتك العقليه قادر انت تتعلمها، تحاول تبقى كويس فيها قوي، ساعتها تقدر يعني ايه تخلق الشغل اللي انت حابه، او لما تشتغل في حاجه انت كويس فيها فعلا هتبقى حبيبها يعني. وده اللي عدى بسيرفيز كتيره اتعملت يعني، ودراسات كتيره اتعملت. وبعدين بيتكلم شويه بقى ازاي انت تحقق او ازاي توصل لمرحله انت بس وجود زي كانوا تجنوري يعني، ازاي تبقى كويس قوي لدرجه ان صعب يتم تجاهلك يعني. الحاجه الجميله في كال نيوبورت المؤلف بتاع الكتب دولت، ان هو اصلا يعني زي ما قلنا كمبيوتر ساينتست، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو ريسيرش يعني، هو مع بي اتش دي من ام اي تي في مجال الكمبيوتر ساينس، هو حاليا اظن بوست دوك او باحث يعني بوست دوك او استاذ مساعد يعني. فهو الكتابة بتاعته إلى حد ما بتبقى موثقة دايما بالأبحاث وبالدراسات أو بكتب تانية يعني، فدي حاجة كويسة. ونفس الوقت يعني إيه ممكن يبقى ده عيب شوية في الكتابة بتاعته، إن هي الكتابة بتاعته بتبقى إلى حد ما تحس إن هي يعني إيه مش سلسة أوي، يعني محتاج تبذل مجهود شوية في القراية بتاعتها، إن هي بتبقى أقرب طبعا مش كتابة علمية ولا حاجة يعني، مش هنقول إن هي مثلا زي إنك تقرا ورقة علمية أو بحث علمي، ولكن إلى حد ما يعني إيه أصعب شوية من الكتب اللي في نفس الموضوعات يعني، او في نفس الكاتيجوري بتاعت الكتب اللي هي كتب السيلف هيلب او سيلف ديفلوبمنت يعني. طيب الكتاب الرابع هو كتاب اوتلايرز بتاع ماكس مالكوم جلادويل. وحقيقي الكتاب ده يعني ايه
كتاب حلو جدا يعني. هو مالكوم جلادويل هو اصلا صحفي، فكتاباته لحد ما بتبقى يعني ايه سلسه جدا ومسليه بصراحه يعني. حتى الكتاب رغم ان هو الموضوع بتاعه مفيد جدا وحساس كمان يعني، ولكن هو يعني كتابته بصراحه سلسه وشيقه يعني، تخليك حابب ان انت تقرا الكتاب يعني. والكتاب بيتكلم في موضوع زي ما قلت يعني ايه حساس شويه، هو فكره الاوتلايرز او الناس اللي بتقدر تحقق نجاحات استثنائيه يعني، لدرجه ان هم ايه اوتلايرز اللي هم يعني الشواذ او الناس يعني ايه اللي بيخرجوا بره الاطر العامه يعني، ويقدروا يحققوا انجازات كبيره جدا. فهو بيتكلم يعني ايه بيحكي بقى الحكايات ورا الانجازات دي، وازاي ان هي يعني ايه مش حكايات عاديه يعني، ولكن كل واحد كان ليه ظروف استثنائيه جدا قدرت تخليه في الاخر يقدر يحقق النجاح الكبير ده. من ضمن الظروف دي طبعا هو الجهد اللي اتحط يعني. هو حتى في الكتاب ده يعني كان رسخ لقاعده ال 10,000 ساعه، لو انت مش محتاج تقدر تبني حاجه كبيره او تقدر تبقى كويس قوي في مجال معين محتاج تبذل 10,000 ساعه في المجال ده، ولكن ده كان واحد من ضمن اسباب كتير انت محتاج ان انت ايه تحطها او محتاج ان هي تكون موجوده حواليك عشان تقدر تحقق نجاح شبه الشخص اللي حاول. فمهم قوي انت المنتاليتي دي، خاصه في الوقت حاليا اللي دايما السوشيال ميديا انفلونسر بيحاولوا يعني ايه، او عامه الموتيفيشنال سبيكرز او الناس اللي بيحاولوا يحفزوا الناس اللي هو حاول تعمل زي ده او توصل للشخص الفلاني، او مثلا ازاي تبقى شبه محمد صلاح. الناس دي ليها ظروف استثنائيه معينه صعبه قوي ان هي تتكرر بنسبه 99.9%، انت مش عارف تحقق الحاجه اللي هو حققها دي بسبب حاجات كتير قوي هي صعبه تكون متوفره. من ضمن الحاجات دي هو الجهد والتعب والشغل، زي ما قلنا 10,000 ساعه ده رقم كبير قوي ان انت تحطه في حاجه يعني، ولكن مش دي الحاجه الوحيده، ومش دي مش ده العامل الحقيقي، مش ده العامل الاكبر كمان يعني. هناك يعني في عوامل تانية من ضمنها بقى النشأة، الظروف، الحظ، العلاقات، البيئة، الزمن اللي انت اتولدت فيه، كل العوامل دي بتتحط مع بعض عشان تقدر تحقق النجاح الكبير ده. فانت مهم قوي تبقى يعني تبقى يعني تقرا كتاب وتعرف الحكايات اللي ورا النجاحات الكبيره دي، عشان لما انت حتى تبتدي يعني ايه تحلم وتحط اهداف، تحط اهداف واقعيه تتناسب مع قدرتك تتناسب مع ظروفك، وبلاش ان انت تنساق او يعني ايه يعني يتباع لك الوهم زي ما بنقول يعني. والناس اللي بيسترزقوا من يقول لك باع يعني ايه، حتى لو مثلا شفت الفيديوهات اللي هو يقول لك ازاي ايلون ماسك بيشتغل او تنظم وقتك ازاي زي ايلون ماسك، هو يعني الهدف هو يعني بيحاول يقول لك ان انت لو عملت كده هتبقى زي ايلون ماسك في الحقيقه، انت ولا حاله تبقى زيه يعني. خلينا نكون واقعيين جدا، ان هو ليه ظروف وظروف استثنائيه هي اللي وصلته لده، مش بسبب ان هو بينظم وقته بالطريقه دي وقدر يحقق الموضوع ده. ممكن تستفيد منه زي ما قلنا في ان انت يعني تشوف ازاي بيشتغل تمام، ازاي بينظم وقته، دي يعني حاجه ليك انت توظفها في حياتك، ولكن يعني تاخدها في اتجاه مختلف، لكن انت لو عملت كده انت مش هتبقى زيه يعني. كذلك بقى احنا بنقول يعني ايه بقيت ايلون ماسك ده مثال يعني، مش شرط يكون هو، لكن احنا بنتكلم بشكل عام يعني. الكتاب الأخير هو أتوميك هابتس بتاع جيمس كلير يعني، وده من أكتر الكتب المشهورة حتى يعني ليه ترجمة عربي، أظن أغلب الكتب دي ليها ترجمة عربي يعني. اللي هو الكتاب ده ليه ترجمة باسم العادات الذرية، وهو يعني كتاب لطيف، كتاب خفيف، بيتكلم عن أهمية بناء العادات وإزاي إن هي ممكن تؤثر على إن أنت يعني بناء عادة واحدة ممكن يؤدي بعد كده لنجاح كبير وهكذا، وبيتكلم على 4 قواعد إن أنت محتاجهم عشان تقدر تبني عادة وتستمر بيها يعني. وهو كتاب خفيف يعني، عيب عليه بس ان هو يعني ايه ان هو فيه، وهي دي حقيقة حاجة مشتركة بين كل الكتب يعني، وان كان الكتاب ده هي واضحة فيه قوي، وهي موضوع ان الكتاب حوالي 250 او 260 صفحة، هو ممكن يختصر في 50 صفحة وهيبقى فيه برضه بعض الإطالة يعني. ولكن دي مشكلة في اغلب الكتب اللي من النوع ده، ان هو لازم يعني يوصل لعلامة ال 250 صفحة بلس، فدايما هتلاقيه بيزود قوي في القصص وبيزود قوي في الحكايات، حاجات ممكن ما تكونش يعني ايه مؤثرة أوي في صلب الموضوع يعني، هي مسلية ولكن يعني مش ده اللي أنا بقرأ الكتاب عشان يعني. لكن هو كتاب بشكل عام من الكتب المؤثرة ومن الكتب المفيدة جدا يعني. ولكن عشان كده يعني إيه مهم وأنت بتقرأ الكتب دي أنت تعمل تنمي مهارة التصفح يعني. يعني أنت ممكن تقرأ بسرعة وتقف عند الحتت المهمة بس، الحتت الأساسية غالبا أنت في أول كل شابتر وفي آخر كل شابتر مثلا يعني، واللي في النص ده لو لقيت قصص وكده ممكن إيه تسيرف بسرعة يعني وتعديها. بس كده يعني، عرفوني برضو لو في كتب كنتم قريتوها مؤخرا واستفدتوا بيها يعني، بحيث ان احنا نتشارك المعلومات مع بعض، وان شاء الله يعني ايه هبقى اعمل فيديو زي الفيديو ده كل مثلا 3 أو 4 شهور كده بكتب جديدة، وان شاء الله يكون الموضوع مفيد ولطيف يعني. بس كده يعني، في النهاية اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.